ورغم أنني غادرت الوطن من أجل الدراسة والتحصيل، بقيت دائما مهتم ومتتبع لتطورات البلد، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية. وكما يقال، يمكن إبعاد المغرب عن المغرب، ولكن لا يمكن إبعاد المغرب عن المغربي. المغرب ديما في القلب. ومن يتنكر لوطنه يتنكر لهويته وتاريخه. يرجع انتمائي لتجمع الوطني الأحرار بعد نقاش وحوار مع الأخ سيد بن مجدوب، وأيضا مع السيد الإدريسي الذي قدم لي برنامج مهم جدا ثقافي واللي يتركز على الشباب، وهذا مع هذا لا يمكن لا نجده مؤخرا في جميع البرامج السياسية المغربية. تعرفون بلا شك حكاية كأس النصف الفارغ والنصف المملوء. أقترح أن ننظر إليه في شموليته. كعرف عدد كبير من الشباب المغربي اللي عنده دبلومات محترمة، مناصب مهمة، وضعيات اجتماعية جيدة، والبعض من حاضر معنا اليوم. يمكن القول أن عندنا أمل كبير بعد اللقاء اللي كان في طنجة، اللي حضر أكثر من 1200 مهندس ومحامي من أجل لواء، من أجل رفع لواء هذا من أجل غد أفضل إن شاء الله. إنني أؤمن ببرامج الحزب لأنه يضع أسس بناء مجتمع حداثي ومتقدم، لكن للوصول لهذا الهدف لابد من استحضار ثلاث عناصر مهمة: المشاركة، المثابرة، والأمل.